لسه مكملين معاكم. الستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا ينجحوا كويس قوي، وعندهم قدرة هايلة على التحدي، تحدي الظروف والوصول للهدف. يمكن بنقدم هنا في البرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا دايما نماذج جميلة وملهمة ومشرقة ومبهجة، بتدينا جرعة من التفاؤل، بس دايما ما يسلمش الأمر من الكلام عن الرجالة. برضو احنا جايين ليه؟ احنا عايشين ليه؟ بنتكلم بقى عن النص الحلو، النص التاني، الراجل شريك الحياة في حياة دكتورة مشيرة اللي بتضحك، اللي قدر يستحمل المودية الشديدة وتقلب المزاج أي فنان كده، وقدر إن هو يتعامل مع ده. وهي النهاردة أنا عارفة إن أنت عايزة توجهي له رسالة. أو بصي، أنا هرجع بس كأستاذة لورا شوية. الرجل في حياتي أكتر من رجل. أولا الرجل الأب. أيوة. دكتور صلاح عيسى. دكتور صلاح عيسى طبعا. الله يرحمك يا فندم. طبعا يرحمك. الرجل الأخ دكتور محمد عيسى. الرجل الزميل. الرجل الأستاذ. والكفة التانية الزوج. يعني البالانس بتاع كل ده بقى الزوج، لأن هو اللي إيه بيكمل الحياة، اللي هو معانا الصورة طبعا. أيوة اللي هو في كل، هو في الأب وفي الأخ وفي الصاحب. أيوة وفي كل الصديق دول. كل ده. فالرجل في حياة الإنسان طبعا دكتور مش واحد. صحيح. ولكن اللي بيحتوي بقى مين؟ هو طبعا هو مهندس دكتور محمد هلال. مهندس هو عشان الناس تبقى عارفه. مهندس دكتور واحدى عباقره مصر الحمد لله. لما جيتي تتجوزي ما خفتيش انه الجواز ياخرك خطوه يحجم انا نجاحك؟ انا اتاخرت في الجواز يا ايمان اصلا. انا اساسا اتاخرت. مركزه في المستقبل. ايوه يعني انا الزواج، انا الناس كلها كانت بتتجوز وانا لا. عمل يعني فيكي ايه جواز؟ هو اصله امرني بالزواج. هو عمل حاجه لطيفه جدا، احنا اتقابلنا وبعدين بعد 10 سنين اتقابلنا تاني. الله. ده نصيب. نصيب. وهو كان متزوج قبليه ولكن انا ما باخدش حد من حد، فهو وست جميله جدا وبحترمها جدا، وبعدين ما كانش في وفق بينهم. يعني من 10 سنين في اول مقابله كان مازال متزوج؟ لا، كان سايبها اول تاني مره ولا حاجه زي كده. يعني كان سنجل. وبعدين يعني اتلبخنا، وبعديها ب 10 سنين اتقابلنا. القدر برضه وتزوجنا. اول ما اتقابلنا قال لي تجوزيني بقى مالكيش حجه بقى. لا ده عمل حاجه كمان لطيفه جدا، خدني مطعم الصيني في الزمالك وحط لي شوربه حراقه. وبعدين قلت انا كنت من الحرقان، مش ان انا موافقه. ايوه مش موافقه، عايز اسمع خلاص دكتور صلاح حضر الشربات. والله حقيقي يعني هو شخصيه لطيفه جدا وحنون، والحمد لله. الحياه فيها ابس اند داونز، ولازم الانسان يكون اولا. لما تزوجته في مرحله اخرى من عمري كان خلاص معايا دكتوراه، وهو كمان معاه دكتوراه في ندوب. ايوه فيعني وانت على ارض صلبه برضو انت. الحمد لله. ايوه وبعدين انا بسيطه زي ما قلت لك يا ايمان، انا شخصين، انا ما بعيش في دور دكتوره مشيره عيسى. انا مشيره عيسى دي بقلعها وبخش البيت ببقى مشيره. ازاي هي الانسانه يعني هي المشيره اللي جوه البيت تختلف في ايه؟ اللي قاعده قدامك دي اللي جوه البيت. ايوه ايه الحلاوه دي؟ ايوه والله اللي قاعده قدامك. والله احنا كنا في الانترو بنتكلم على فكره الفرصه الثانيه اللي الست ممكن تديها لراجل، وبالتحديد لو الزوج. وحضرتك قلتي دلوقتي في الكلام اي حياه فيها ابس وفيها داونز، فيها صعاب وفيها مشاكل. فيها خلافات. مفهوم الفرصه الثانيه اتوجد في علاقاتكم الزوجيه؟ ده بالتاكيد. ازاي؟ مثلا اصل انا زوجي فعلا من غير ما نقول فضايح. لا لا ابدا، وهو وسيم فبيبقى يعني في انجذاب على اقبال. فممكن يعني بيبقى في استزراف. لكن طبعا في اللي اكبر وفي اللي اصغر وفي اللي اجمل وفي اللي اوحش، وكل الستات حلوين. مش بيقولوا كل الستات بتحبك؟ طب ازاي انت بتتميزي بقى في وسط ده؟ فلازم يبقى في ثقه في النفس. وثقه فيه طبعا. وثقه في روحه، وهو ثقه فيا لان طبعًا. انا كمان ليا معجبين طبعا. ولا ايه رايك؟ طبعا. وكمان حياتي فيها عازفين وفيها مايستروهات وفيها كل حاجه وفيها صحفيين ست حلوه مش بس ست ناجحه الحمد لله ما شاء الله. عايزه بقى فلازم يبقى في ثقه وفي احترام طبعا. ده حقيقي. والاحترام اهم من الحب كمان. صحيح طبعا. ده اللي بيكمل الحب هو المتبادل. ولازم يبقى فيه كمان تكافؤ. لو ما فيش التكافؤ ده
احنا ما فيش غيره بيننا خالص خالص. كل واحد محقق نفسه، تكافؤ. كل واحد واثق أيوة من نفسه. في تكافؤ، تكافؤ في العقل وفي الاتزان. ما فيش غيره من بعض، بس في غيره على بعض. على بعض اه، لكن ما فيش غيره من بعض، لا في تكافؤ. في حاجه كمان مهمه قوي، انا مؤدبه في علاقاتي، بمعنى حتى لو في تعلية صوت او حاجه ما بردش. انا عاجبني قوي اللفظ ده، انا مؤدبه في علاقاتي. الله عليك. ما بردش. فبيبقى في مراجعه هنا وخلاص.